السلام عليكم متتبعين الطبخ مع عزيز العبدي، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى نلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وكنشكركم جزيل الشكر على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يكثر خيركم، الله يكبر بكم، الله يكون معاكم، ودائما الجديد مع عزيز العبدي. اليوم جيت باش نشارك معاكم بعض المنتوجات أو بعض الأشياء، كل شيء بمئة محل 100. تابعونا ان شاء الله وتكتشفوا معنا هاد الحويجات اللي السومه ديالتهم 100، من ناحيه الاواني، من ناحيه المواد الغذائيه، مواد جميل، تنظيف، كل شيء ب 100 الحمد لله في هذا المحل. ارخل له هذا المحل كيتواجد في مدينه جمعة تحيم، وتابعونا ان شاء الله. هنا بالنسبه لهاد القريعات ديال زيت العود او الزيت الرومي، قال له خاص بالمطبخ، حتى هما ب 100 ريال. هنا هاد الفنيجنات ديال القهوة، شكيلة ديال جبابن ديال الحريرة، طيسلات الحطان كيف ما كتشاهدوا، الورق الخاص بالمطبخ، كلشي عنده الحمد لله، كلشي زوين. كيف قلت لكم كلشي هنا ب 100. بالنسبه لهذا التي ديال التصبين، بالنسبه للاتاي هو ب 100 مع الاسماء ديالو، الاشكال ديالو، الجبابان وطبيصلات، هادشي ديال لي سالاد والكونفيتير، الزبده، العسل، كلشي ب 100. مواد تنظيف، حتى بالنسبة للعطرية عندهم خرقوم عرق، عندهم الكامون، عندهم سكينجبير، البزار، البابريكا، السكر كلاسي، الأشياء اللي خاصة بالحلويات مثل الكاكاو مور أو شوكولاتة فيغميسي ملون ومارو، الشعرية ديال الصفا، الحماص، الفول، الدقيق ديال الذرة، البلبوله الغليظه، الرقيقه، السميد، العدس، الشوفان، بالنسبه لهاد المعلبات، دابا باش غادي ناخذ من عنده شي تقضيه ونشاركها معكم ان شاء الله، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون عند حسن الظن ديال المتابعين. هادو هما المشتريات اللي خديت كيف ما كتشاهدوا، خديت سباغيتي، خديت هاد المجعبة، خديت الجيمات، الشعرية الصينية بهذا الشكل، بالنسبة للسميد ديال البغرير، السميد ديال الكسكسو، الشعرية، البلبولة ديال الشعير، الدقيق ديال الذرة بلدية، وهذا الفول راه معروف، وهذه الخميره، خميره السبوله كيف ما كتشاهدوا، اتاي ديال الوثاق. هادو هما المشتريات ديالي اللي خديت، كيف قلت لكم هنا كلشي ب 100 رخا لله. ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، يكون عند حسن الظن ديال المتابعين، واللي جا لجمعة تحيم وبغى يتقدم للمحل ديال 100 راه متواجد هنايا في، كيف قلت لكم هذا المحل كيتواجد بشارع المدارس
معروف بتخفيضات عبد الرحمن. كل شيء موجود وكل شيء رخيص الحمد لله. نتمنوا هذه الجولة وهذه التقنية اللي تقديت اليوم معكم تنال الإعجاب ديالكم، وكنشكركم على التفاعل الدائم مع القناة، والله يكبر بكم والله يكثر خيركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد إن شاء الله.